ثمانيات أربعتين لمشتركي STC 630 530 موبايلي 733 733. زين في هذه الساعة طبعا عندنا فقرات عديدة ولكن عندنا مسابقة أيضا. هذه المسابقة بتمكنكم من الحصول على تذكرة، يعني يوميا عندي تذكرة واحدة. هذه التذكرة تصلح لخمسة أشخاص، يعني الفائز ممكن يأخذ معه أربع مرافقين بامتيازات الـ VIP مقدمة من بنشمارك لحضور طبعا مباراة ذهاب نصف نهائي كأس آسيا بين الاتحاد السعودي وجون بيك هونداي موتورز الكوري الجنوبي التي تقام في جدة، لكن الحضور ليس في الاستاد إنما في كامبيوني كافيه في جدة حي السلامة مقابل المستشفى السعودي الألماني. في مقطع حنسمعه لكن مو الآن، حنسمعه إن شاء الله بعد قليل. هذا المقطع بعلمكم كيف تقدروا تشاركونا وتبعتونا أرقام جوالاتكم عشان تحصلوا على هذه الجائزة. مثل ما ذكرت الجائزة اليوم وبكرة وبعد بكرة هي عبارة عن تذكرة لخمسة أشخاص شاملة طبعا كل شيء في هذا الكافيه وهذا المطعم.